السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا حبايبي. زي ما انتم شايفين النهاردة هنعمل مع بعض الكوبيبة بالصيادية، كوبيبة الصيادية الجميلة، اكلات الشتاء اللي احنا متعودين نعملها مع بعض. شايفين ما شاء الله جميلة، طريقة اقتصادية جدا مش موفرة، بدون لحمة وبدون اي مقادير هتكلفك، كلها مقادير بسيطة جدا جدا. عاملينها مع بعض النهاردة، يا رب الوصفة بتاعتنا تعجبكم. بس قبل ما نروح نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا، احب افكركم ما تنسوناش في اللايك والشير، ولو اول مره تدخلي قناتي اعمل اشتراك عشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا مع بعض نشوف عملنا الكوبيبه الجميله بتاعتنا الاقتصاديه بدون لحمه، زي ما قلنا اقتصاديه جدا. مقادير موجوده عندك في البيت، شايفين شكلها يا بنات جميله جدا، اكلات الشتاء الجميله، وزي ما انتم شايفين منظرها يا بنات وطعمها جميل جدا 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 جدا. عاملينها ازاي؟ يلا بينا مع بعض ندخل مع بعض الفيديو نشوف عاملينها ازاي ونشوف الطريقه والمقادير. يلا يا حبايب قلبي بينا نشوف الطريقه والمقادير بتاعتنا يا بنات. عندنا رز عادي، طبعا كلكم عارفين الرز العادي المصري بتاعنا الجميل. زي ما انتم شايفين يا بنات نقناه وغسلناه كويس جدا، وانا كنت غسلاه من بالليل وحطته في المصفى الصفى، وتاني يوم زي ما انتم شايفين قمت طحنته، شايفين طحنينه طحين ناعم جميل ازاي. لو انت عايزه تعمليه في نفس اليوم عادي، اغسليه وفردي فوطه بتاع المطبخ قطن وحطيه في الشمس 10 دقايق، هينشف معاك عادي برضه، وبعد كده اطحنيه. مقاديرنا يا حبايب قلبي معانا حوالي كيلو رز، يلا بينا نشوف مع بعض بقيه المقادير بتاعتنا. مقاديرنا يا حبايبي معانا حوالي 3 بصلات كبار يا بنات، متوسطين مش كبار قوي، ومعانا قرنين فلفل رومي احمر، ومعانا حبيتين طماطم، معانا شبت وبقدونس، ومعانا راس توم صغيره موجوده معانا برضو في المقادير. البهارات بقى بتاعتنا او التوابل بتاعتنا، معانا بهارات محوجه، معانا توم باودر، ومعانا بصل باودر، ومعانا معلقه فلفل اسمر صغيره، ومعانا معلقه ملح كبيره، ومعانا بهارات لحمه، ومعانا كزبره، ومعانا معلقه كمون صغيره، ومعانا هنا حبايب قلبي دي معانا شوربه لحمه يا بنات. هنعمل الكوبيبه بتاعتنا بالصياديه بالشوربه بتاعت اللحمه دي، شوربه لحمه كانت عندي في الفريزر، هنعمل بها الكوبيبه بتاعتنا، كوبيبه الصياديه سهله واقتصاديه جدا، ومقادير موجوده عندك في البيت بدون لحمه. اكلات الشتاء الجميله الموفره زي ما انتم شايفين يا حبايبي، كلها مقادير موجوده عندك في البيت. شوربه بيضه عندنا حطيناها في الفريزر لما احتاجنا، هنعمل بها الكوبيبه بتاعتنا، طريقه سهله وبسيطه جدا. انا عملت لكم برده الكفته الاقتصاديه الموفره جدا برده، وعجبت بنات كتير، وبنات كتير جربوها وقالوا طعمها جميل جدا احسن من اللي بتبقى فيها لحمه. وعملت لكم قبل كده اللي فيها لحمه، وعملت لكم اللي فيها فراخ، عملنا برده بالفراخ. النهارده بقى يا حبايبي قلبي هنعمل الكوبيبه الصياديه بدون لحمه، وهيبقى طعمها جميل جدا جدا. هنستعمل بس شوربه لحمه معانا، عندك شوربه فراخ، اي شوربه موجوده عندك عادي حبايب قلبي، مش شرط تبقى شوربه لحمه. احنا النهارده هنعملها مع بعض وهتعجبكم جدا جدا جدا، وزي ما انتم شايفين يا بنات مقادير كلها موجوده طبعا عندنا في البيت. يلا يا حبايب قلبي مع بعض، اول حاجه هنعملها هنفرم كل المقادير بتاعتنا، هنفرم البصل والفلفل والثوم والمقادير دي كلها في الكبه بتاعتنا، وارجع لكم نشوف هنعمل الكوبيبه بتاعتنا ازاي. انتوا شايفين يا بنات فرمنا الخليط بتاعنا كله، الخضره بتاعتنا والثوم والبصل والحبايتين الفلفل والحبايتين الطماطم، فرمناهم في الكبه زي ما انتوا شايفين كده فرمه ناعمه كده، مش عايزينها تبقى مفرومه قوي، يا دوبك تبقى جرشه شويه كده. هنبتدي بقى يا حبايب قلبي ننزل الخليط ده كله على الرز بتاعنا المطحون، زي ما انتوا شايفين يا بنات سهله جدا 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 واقتصاديه جدا جدا. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي هنبتدي بقى نقلبها في الرز، هنجيب بقيه التوابل بتاعتنا، طبعا البهارات احنا قلناها زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، بهارات محوجه وتوم باودر وبصل باودر، ومعلقه فلفل اسمر صغيره، ومعلقه ملح كبيره، ومعلقه كزبره، ومعلقه بهارات فراخ، ومعلقه كمون. هننزل بكل المكونات بتاعتنا كده ونبتدي نقلبهم كلهم في بعضهم بقى، ونعجن الكوبيبه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين يا بنات سهله جدا. هعجنها وارجع لكم تاني عشان انا اللي ماسكه التليفون وبصور، شايفينها سهله وجميله. احب بقى اقول لكم برده خطوه قبل ما اعجنها،
وافصل الكاميرا. الخطوه دي بقى يا حبايب قلبي لو مثلا عايزه تعمليها بالفراخ عادي، تفرمي صدر فرخه وتضيفيها في مع الخضره والحاجات بتاعتنا دي في الخطوه دي، او لحمه لو عايزه تعمليها باللحمه او بالفراخ في الخطوه دي، وانت بتنزلي بقى بالخضره والحاجات بتاعتنا دي، تنزلي باللحمه او الفراخ وبعد كده تعجنيها عادي. حابه ان انت تعملي نص الكميه، كمية الرز قد نص كمية اللحمة، يبقى نص كيلو لحمة على نص كيلو رز، أو فراخ يبقى ربع فراخ على ربع كيلو رز لو انت عايزاها يبقى كلها لحمة أو فراخ. أما الطريقة بتاعتنا دي قلت لكم دي طريقة اقتصادية جدا، بدون لحمة بدون فراخ، وصدقوني جربوها وهتبقى طعمة جدا جدا جدا. أعجنها بقى وارجع لكم تاني عشان نشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. ما انتوا شايفين يا بنات عجننا الكوبيبة بتاعتنا، شايفينها ما شاء الله جميلة ازاي، ولا فرولت مننا ولا حاجة. من أسباب يعني في بنات كتير قالت لي إن هي بتفرول مننا. أول حاجة يا حبايب قلبي هي بتفرول ليه؟ عشان الرز انت مش طحناه كويس، وعشان ما تفكش منك يا حبيبه قلبي انت وهي، لان انا عملتها قبل كده الكفته اللي كنت عملتها، في بنات كتير قالت لي بتفك مننا وعايزين طريقه يعني نعالجها بيها. لو فكت منك ممكن تضيفي معلقتين دقيق وتعجنيها عادي، هتمسك معاك وهتبقى كويسه، يا اما معلقتين نشا. والسبب اللي هتخليها ما تفكش منك ايه بقى؟ وانت بتغسلي الرز، طريقة ربنا يديها الصحة أمي دايما كانت تقول لنا، وانت بتعملي الكفتة أو الكبيبة بتاعة الرز، أهم حاجة وانت بتغسلي الرز بعد ما تغسلي الرز تسيبي الرز 5 دقايق في المية، وبعد كده صفيه عادي وسيبيه ينشف. أما تيجي بقى تطحنيه هتلاقيه مطحون معاكي ناعم وزي الدقيق، لأن طبعا كلكم عارفين الرز بيبقى حصى، فبالصعوبة ما بتطحن لازم تسيبي الرز 5 دقايق في المية بعد غسيله لما يبش شوية، وبعد كده تنشفيه عادي. هتيجي تطحنيه هيطحن معاكي ويبقى ناعم، وفي نفس الوقت هتيجي تعجنيه مش هيبقى مفرول معاكي ولا حاجه. احنا كده خلصنا يا بنات، شايفين العجينه ما شاء الله طريه خالص اهي، تشكلها زي ما انت عايزه، صوابع مدوره زي ما انت عايز، شايفينها ما شاء الله ناعمه وجميله معانا اهي. يلا بينا مع بعض نشكلها كده واوريكم هنعملها ازاي كده يا بنات وما تلزقش في ايدينا. اول حاجه ننزل كده بشويه زيت على وش الكوبيبه بتاعتنا، ونبتدي يا حبايبي ناخد كده حته بحته صغيره كده، احنا هنعملها مدوره يا بنات كده اهو زي ما انتوا شايفين اهي، وهنبططها سواء كده مدوره جميله كده زي ما انتوا شايفينها يا بنات اهي، هنعملها كده شايفينها ما شاء الله جميله. انا هشكلها بالمنظر ده وارجع لكم تاني نكمل مع بعض عمل الكوبيبه بكل سهوله مع بعض. ارجع لكم تاني اخلص وارجع لكم تاني نشوف هنعملها ازاي. انتوا شايفين يا بنات شكلناها بالشكل ده الكوبيبه بتاعتنا الجميله شايفينها. يلا بينا مع بعض بقى نعمل الصيادية بتاعت الكوبيبة بتاعتنا. يلا على البوتاجاز مع بعض نجهزها. انتوا شايفين يا بنات عندنا الحلة بتاعتنا على النار فيها حوالي نص كوباية زيت صغيرة. هنبتدي ننزل بالبصلة المفرومة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله، عشان نعمل الصيادية بتاع الكوبيبة بتاعتنا. احنا عايزينها البصلة ما تبقاش غامقة قوي، احنا عايزينها ناخد منها اللون البني الغامق الجميل. وكده يا بنات اخدنا اللون البني غامق اللي احنا محتاجينه. هننزل بالشوربة بتاعتنا، بسم الله، هنسيبها يا حبايبي تقلب قلبتين كده على ما تاخد اللون البني الغامق، وبعد كده ننزل بالكفته بتاعتنا الكوبيبه بتاعتنا. شايفين يا بنات اخدنا اللون البني الغامق اهون، الشوربه بتاعتنا غلت واخدنا اللون البني الغامق اللي احنا محتاجينه للصياديه بتاعتنا. معانا هنا يا حبايب قلبي معلقه بهارات محوجه هننزل كده، ومعانا معلقه ملح هنحط معلقه، وبعد كده في الاخر خالص هنظبط الحجر خالص في اخر الكوبيبه بتاعتنا، اما تقرب تستوى ندوق الحجر بتاعها، نحتاجه ملح هننزل ونحط لها ملح. هنسمي الله بقى كده ونبتدي ننزل يا حبايبي، بسم الله، شايفين يا بنات ما شاء الله جميله معانا هي. امشوا بالخطوات اللي انا مشيت عليها وجربوها وان شاء الله هتعجبكم. هنبتدي ننزل كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين اهي، ونسقطها في الشوربه بتاعتنا. يا بنات نزلنا بالكوبيبه بتاعتنا في الصياديه زي ما انتوا شايفين شكلها،
هنسيبها بقى يا حبايب قلبي لما تغلى وتستوى، وبعد كده اوقف. ودي يا بنات الكبيبة بتاعتنا خلصت معانا اهي، زي ما انتوا شايفينها ما شاء الله جميلة وسهلة، وطريقتها بسيطة جدا جدا، وكلها مقادير موجودة عندك في البيت. جربوها ويا رب الفيديو يعجبكم. وزي ما قلت لكم يا حبايب قلبي مقاديرها بسيطة ومقادير موجودة عندك في البيت، مش هتكلفك اي حاجة ولا هتخرجي تجيبي اي حاجة من بره، كلها مقادير بسيطة جدا. ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم النهاردة، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. يلا يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.